من جديد بنحييكم متابعينا وين ما كنتوا. والعلاج بالرياضة واحدة من أنواع العلاجات اللي مشى فيها العالم بطريقة يعني متطورة وحديثة، وكانت أنواع العلاج بتختلف، سواء كان السباحة لبعض المرضى سواء كانت رياضات أخرى بتعالج وبتساعد بصورة كبيرة في إنها هي تقوي من واحدة من الوظائف لأعضائنا أو لأجسادنا. لكن الغريب في الأمر إنه في كثير من أنواع العلاج الممكن تكون هي عندها علاقة بالروح وبالفن التشكيلي. العلاج بالفن التشكيلي واحد من أنواع العلاجات اللي غزت العالم في الفترة الأخيرة، والسودان ليس ببعيد عنها. سعيدين جداً إنه في هذه المساحة نتناقش عن هذا الموضوع مع الدكتورة عايدة بسطاوي، اختصاصي العلاج بالفنون التشكيلية. أهلاً وسهلاً بك دكتورة عايدة. اهلا بيكي وصباح الشروق، وسعيده اكون متواجده معاكم. مرحبا بك، صباح الخير. خلينا اول حاجه نوري الناس كيف يعني علاج بالفنون التشكيليه. طبعا ناس كثير بتستغرب الموضوع، لكن هو من الازل يعني العلاج بالفن التشكيلي موجود، او ظهر كلمه علاج بالفن التشكيلي من الاربعينيات. يعني هو عباره عن اسقاط من اللاوعي للرسومات، وبعد كده بتحصل تحليل لها. يعني الإنسان بيرسم، خلينا ندي معنى لها، الإنسان بيرسم من اللاوعي. يعني العلاج بالفن التشكيلي ما لازم يكون الإنسان فنان أو تشكيلي أو يجيد الرسم، إنما بيرسم فبيحصل إنه هو بيرسم من اللاوعي. يعني ممكن الأطفال اللي ما بيعرفوا أصلاً يرسموا، وإحنا ما عايزين أصلاً نخرج فنان أو منعلمه الرسم، إنما عايزينه يعبر. فهو لغة تعبيرية، لغة بديلة للغة المنطوقة، فبيرسم وبعد كده بيحصل تحليل لرسوماته، بعد ما يحصل نقاش او حوار للرسمه الرسمه. فاذا مثلا اخذنا الانسان الى طبيب نفسي، هو عباره عن كومبينيشن، ترابط ما بين علم النفس والفن التشكيلي. العلاج يعني في علاقه التشكيلي ما بين علم النفس وما بين هو اصلا ربطه تمام. لازم المعالج يكون لازم يكون المعالج عنده مبادئ علم النفس، علم الاجتماع والارشاد والارشاد الاسري والفن التشكيلي، عشان يقدر يحلل رسومات اللي قدامه، سواء كان أطفال أو كبار أو أي فئات من ذوي إعاقة أو غيره. يعني جميل. بذكر ذوي الإعاقة، يعني بنلقى أنه في كثير من الحالات تم علاجه عن طريق الموسيقى، عن طريق السايكودراما، يعني طرق أخرى. خلينا نتكلم عن أهمية العلاج التشكيلي بالفن التشكيلي للحالات الخاصة، لذوي الاحتياجات الخاصة تحديدا. فعلا هو اول حاجه يعني في عصرنا الحديث زي عصر الضغوط، بقت يعني الفئات الخاصه كثرت، النسب بتاعتها ارتفعت شديد، كل انواع الاعاقات يعني. فحنلاحظ انه هو بيخدم الفئات دي بصوره يعني ممتازه جدا جدا، وبيعالج يعني انا بعتبره اكثر من السايكودراما والموسيقى بالمناسبه، لانه هو ما بس بيعالج وبيعزز الصحه النفسيه، هو اصلا المين بتاعه انه بيعزز الصحه النفسيه وبيعدل المزاج وبيرفع عن الضغوط النفسيه. لكن بالنسبه للفئات الخاصه هو برضه ممكن يكون معالج، من هو بيشتغل على نصف العقل المخ، فبينشط خلايا العقل اللي عندهم توحد، اللي عندهم هايبر فرط حركه، ديل كلهم نحن بنستخدم معاهم الفن التشكيلي، لانه الطفل بالفطره بيحب الرسم وربنا خالق فيه. يعني من هو صغير تلقيه مسك فحمه وعاوز يشخبط، فربنا اعطى دي من الفطره يعني. فاقرب حاجه انه يعبر كلغه تعبيريه هو الرسم، بالاضافه لانه ممكن مثلا للضمور اللي عندهم ضمور في العضلات، وبيكون الشغل بالصلصال وبال جبيس والحاجات دي كلها بتنمي العضلات ذاتها، فبيكون زي العلاج الطبيعي. أنا عاوزة يعني أوقفك في النقطة دي تحديداً، ويمكن يعني استحضرتها في إنه إحنا سابقاً كان بيتم يعني تحديد حتى تشخيص إنه هو بيعاني من شنو أصلاً عن طريق الرسم، نتيجة لإسقاطاته يعني في الورق، ونتيجة لأنه هو العقل الباطن بيصور له شنو. دي ممكن تكون هي واحدة من أنواع التشخيص اللي بتوريك إنه أصلاً هو عيان بشنو. الحاجة دي موجودة برضو في الفن التشكيلي قبل ما تشخصيها كمرض أو كعلاج تعالج بها؟ في تشخيص طبعا. اول حاجه العلاج الفن التشكيلي هو ما بيشخص المرض، اوكي، ما بدي قراءات يعني، يعني لأنه هو احنا بنشخص المشكله يعني. المعالج هو ليس طبيب، عشان نكون بس فرقنا، هو مساعد للطب النفسي وللطب العلاجي،
سواء كان يعني هو داعم شديد جدا لكل الامراض، الامراض المزمنه الكذا. فاحنا بنشخص، انت قلت لي كيف يعني بيتم التشخيص. طيب خلينا ندي ابسط حاجه، في عندنا طفل كان ما بيتكلم كويس، هو عنده توحد، فكان لغه تعبيريه ان احنا اديناه الورقه ودائما بنقول يرسم البيئه حوالينه، اول بيئه هي الاسره، فعديناهم كان مجموعه من الاطفال فرسم الاسره ورسم الاب، طبعا بيرسم بس عباره عن عصايات، ما هو ليس فنان تشكيلي، فعبر عن الاب جالس وساقه وقدمه الاثنين في على شكل مثلث، يعني القدم بنفس مستوى الساق. فهنا نحن بنجي، هو ما بيقدر يتكلم، لاحظ ان احنا بنقول دائما الافضل انه يحصل نقاش وحوار بين المعالج والبيرسم بعد كده عشان يطلع منه ويستبصر المشكله. طيب ده ما بيتكلم الولد، هنا بدينا نتكلم معه، احنا نديه دمنه، ده بابا، اي ده بابا. لما الرجل القدم لها تفسير، يعني في زي عندنا ديكشنري او دليل لتفسير كل الرسومات، اذا رسم الراس كبير، اذا رسم في زاويه من الصفحه، اذا رسم القدم كبيره. فهنا القدم الكبيره كانت تعني انه ممكن يكون بيلقى اذى من الاب في القدم لانه سواها، او الاب بيحب الطلوع الكثير وما موجود مع ابنه. فلما جاء الاب احنا تناقشنا معاه وقلنا له انت بتضرب ولدك برجلك؟ لا لا ما ممكن انا اضرب ولدي. قلنا له لا احنا ما قلنا كده، هو اللي قال في رسمته. فقام عين للرسمه، قام قال اي مرات بكون بس قاعد يعني كده في التلفزيون ومندمج في حاجه، هو بيقوم يصرخ، طبعا التوحد عندهم الصياح وكده، فقال بس بضربه برجلي كده. ده بقول له اسكت. شوفي مدى هذه التاثير على الطفل، طوال اتسجلت في عقله الباطن. فهو متاذي منها سواء كان الاب فعلا بيضرب او غيره، فبنبقى نرشد الاسره ساعتها انه كيف يتعاملوا مع الطفل، كيف بنعالج مشكله فعلا بتكون موجوده داخل اطفال الاعاقه. في فئات عمريه محدده يا دكتوره عايده؟ يعني ممكن نقول من سن من هو بيبتدي من اي سن بالمناسبه، من سن الطفوله لغايه كبار السن، العلاج بالفن التشكيلي بيشتغل عليهم، وبالذات اصحاب الامراض المزمنه، المخدرات، الادمان، بيشتغل عليها يعني كويس جدا، وفي حالات كثيره تم شفاؤها. يعني يمكن هنا في السودان ما مارسناه مع الادمان، ان شاء الله نمارسه، لكن في تونس كان في مؤتمر تونس في المنفتير، جات واحده هي كانت مدمنه وحكت قصتها بان كيف تم شفائها من المخدرات بالعلاج بالفن التشكيلي. ظهرت نتيجته واضحه في يعني في حالات محدده، سواء كان في الاطفال ذوي الاحتياجات الخاصه او اللي بيعانوا من ضمور او اللي عندهم ادمان او كبار السن، يعني هل نتيجته كانت واضحه في واحده من الفئات دي؟ نعم اكيد، لانه بيكون عندنا القياس قبل وبعد. هو اكيد ما بيكون مثلا الامراض المزمنه كده ما حيشفى تماما، لكن بيحسن الصحه النفسيه وبيخليه يتلقى العلاج ذاته اللي بياخده، يعني بالذات مع اطفال السرطان كان في فرق بين الاطفال، وفي دراسات وفي تجارب كثيره جدا، يعني انه المجموعه اللي بتتلقى الار ثيرابي، البروجرام بتاع الار ثيرابي، غير المجموعه اللي ما اخذت في تلقي العلاج ذاته والصحه وتقبل المرض ذاته، يعني هو بيتقبل مشكلته فبيبتدي يحلها، بيكون منعزل، بيكون عنده مشاكل نفسيه، ضغوط، قلق، حتى بالنسبه للاطفال التبول اللا ارادي، الاحلام المزعجه، دي كلها الفنون التشكيليه بتخدم. خلينا نتكلم معاك يا دكتوره، يعني يمكن في ناس كتار بيتابعونا الان عاوزين يعرفوا الاليه اللي بيتم استخدامها، يعني الاطفال ممكن هم يسقطوها في الورق، لكن كبار السن هو بكون عارف انه عايز ارسم شنو، او عموما الواعين يعني، فممكن يكون عارف انه دي قراءات بالنسبه له تحليل، ايوه، فممكن يتحايل. فكيف انتم بتستخدموا طيب العلاج؟ اصلا انت بالنسبه للكبار، يعني اذا في زول عنده ضغوط نفسيه وعاوز يمشي لطبيب نفسي، اكيد ما حيتحايل على الطبيب النفسي، حيمشي يحكي له مشكلته، صح ولا لا؟ بالعكس احنا بنديه الورقه للكبير، وانت عارف عندك مشكله وعاوز تعالجها، نزل مشكلتك في ورقتك، فهو ما حيتحايل، يعني احنا ما عايزين نكتشف له حاجه هو عايز يدسها، بل بالعكس قد يتحايل على نفسه، قد يكون في عنده مشكله بالذات حصلت لنا يعني مع التروما، مع كان مع فتيات حصل لهم تحرش في مناطق النزاعات،
بيخجلوا وما عاوزين يصحوا، حتى لو وديتيها لدكتور نفساني وقعدت ما حتحكي مشكلتها بحرية، لكن من خلال الورق بتقدر هي كلغة بديلة بتنزل بعض الرموز اللي احنا بنبتدي بعد كده نناقش معاها، فهي بتبتدي تفصح عن مشكلتها بحرية. وأهم حاجة إنه يكون في ثقة بين المعالج والمريض، لأنه هو حيكون ساعتها مريضك يعني، والسرية التامة وحاجات يعني هي مرتبطة بعلم النفس ذات. تحتاج لفترة زمنية قدر شنو يعني، ما ممكن تكون هي ناتجة عن أحاسيس لحظية مثلاً أو وضع حالي أنا بعيشه فبسقطه على الورق، ولا هي ممكن تكون لفترة زمنية متعاقبة ومتتالية من خلالها تقدري تحددي نوعية المرض الشديد؟ لأنه فعلاً ما لازم نحكم على الرسمة، يعني جاني طفل وديته رسم يدل على انه غضبان، على انه استعمل الالوان الداكنه، يعني هايبر طوالي، ما لازم احكم عليه من اول رسمه، لانه ممكن يكون جاي من بيته في موقف معين مزعله كنزله في الورقه. الا اذا تكررت الرسومات احنا بنحتفظ بها في جلسات مختلفه، التكرار هو اللي بيخلينا والحوار ان احنا نعرف انه في مشكله اصلا. فالحاجات العرضية دي بنسميها وقائية تنفسية، انت زعلت اول ما جنفس هو ارتاح. وعندنا برضو انا بحب دائما احكي القصة الصغيرة بتدي للمشاهد فكرة كويسة عن الارت ثيرابي. يعني عندنا طفل كان سوري الجنسية وكان عندنا الاحتفال باليوم العالمي للسلام، وكانوا اخذوا سيشنز وبرامج في المركز عندنا، مركز ارت ثيرابي للتدريب والتأهيل عن السلام والمؤسسة الثقافية. وطلعنا حديقة السلام، الحساسة مع حديقة السلام، فالطفل أسرته جات طبعاً كانت جداريات من رسومة دامجة، كل الأطفال سوي إعاقة، أطفال الناس مختلفة الموجودين في الحديقة نفسهم، فعشان نبتدي الرسم الطفل ده أول ما وصلنا ضاع من أمه، اتفقد يدوب بدين الجلسة، فبدوا يفتشوا عليه، وكانت طبعاً حاجة تنشنة ومفزعة. في الآخر المهم إنه لقوا الطفل بعيد في ركن في الحديقة، أسرة مسكته، فأول ما جابوا الطفل لمنطقة الرسم طوالي الأب واقف قال يلا يلا أطلعوا، عايز يسوق الأسرة خلاص طبعاً اتوتر. فأنا طوالي قلت لهم ما تطلع، يا ريت تخلي الطفل ده يرسم ينفس في الأول بعدين اطلعوا، ما في حاجة خلاص انتم جيتوا الحمد لله. فالولد قعد يعني، احنا لو كان معانا الصور كان جبتها وكان شافوها. الطفل ده بعد ما كان بيرسم في المؤسسة عندنا حمامة، هو عمره 6 سنين بيرسم حمامة او بيرسم يعني بيعبر عن السلام بحاجات كده، قعد في ركن اول حاجة، خلى الجدارية كلها وقعد في كورنر براوي، اختار الكورنر واخذ الالوان الداكنة بني واسود، وبقى يشخبط. فأنا كنت سعيدة جداً لأنه ده تنفيس. فبعد ما خلص الجلسة بتاعته دي أنت تشوفيه كده راق وتحسن، حتى بعد كده بدينا نتكلم معه يلا السلام عندك شنو، يلا عبر، حتى رسم بقى في النص دخل في الأطفال واندمج. وبعد كده حتى لما مشى البيت سألت أمه قالت لي والله بارك الله فيك، لأنه الولد ده من النوع اللي بيجيه أحلام مزعجة كثير، وأنا اليوم ده قلت حجيه كوابيس ما حصل له حاجة. فده الارت ثيرابي ده بيقودني طوالي، لانه يعني في مشاكل جماعيه او في مناطق ممكن تكون فيها المشاكل الجماعيه، مناطق النزاعات، ممكن يكون مشاكل للاطفال عن الحروب او الاشياء الدايره، للفتيات عن التحرش اللي بيتم بينهم او باقي التفاصيل اللي ممكن تكون عندها تاثيرات نفسيه عميقه لفترات زمنيه طويله. كيف تتعاملوا مع الحالات الجماعيه دي؟ والله طبعا نحن بدينا فعلا الشغل في مناطق النزاعات والحروب. اول منطقه مشيناها كان في شمال الفاشر، منطقه تبعد 15 ساعه كمان من الفاشر، فكان المنطقه دي حتى افتكرنا انه الاطفال ما حيتقبلوا، يعني شنو اول الامهات او فيها مدرسه واحده القريه، يعني شنو ارثر، يعني شنو علاج بالفن التشكيلي؟ لكن احنا شعب مثقف وقابل لانه التجديد وانه فعلا يعالج اطفاله. فمجرد ما اديناهم الفكرة وشرحنا لهم جابوا كل الأطفال في القرية وفي المدرسة والأمهات جو، وكانوا سعادة بأنه الأطفال نفسوا فعلاً عن ضغوطهم وعن الأثر التركة لهم الحروب. يعني واحد راسم المسجد والميدنة وراسم بدل المايك فوق الميدنة راسم مدفع، يعني ده حاسس بعدم الأمن حتى، يعني في أنه يجي في صلي خايف أنه تحصل ضربة أو كده. يعني حتى في المناطق البعيدة برضو القبول موجود والناس بتقدر تتقبله بصدر رحب. الحمد لله حس كمان حنبتديه في
في كردفان عندنا مشروع مع اليونيسف للضغوط النفسية للأطفال بتاعت مناطق النزاعات والحروب، علاجهم هناك إن شاء الله. أتمنى إن شاء الله. شنو البرامج الجديدة اللي أنتم بصدد أنكم أنتم تعملوها من خلال الفترة القادمة إن شاء الله؟ والله عندنا برامج عديدة، منها واحد بديناه مبادرة خطوة نجاح، دي للفئات الخاصة للشباب. وأنا سعيدة أنك أنت سألتني السؤال ده عشان أطرحه، لأنه بفتكر المجتمع مفروض كله يتضافر في جهوده لخدمة الفئة بتاعت الإعاقة من الشباب اليافعين والشباب، لأنه ما في زول داعمهم. نحن عندنا هنا مراكز بتاعت فئات خاصة كثيرة جدا للأطفال هنلاحظ، لكن للشباب ما في ولا مركز. فإحنا جبناهم، كان عندنا أطفال داون وتوحد، وبدينا لهم جلسات أو بروجرام متكامل، هو اسم العلاج الفني التشكيلي المتكامل. المتكامل ده معناته بخش فيه الموسيقى والسيكودراما، حتى الإرشاد الديني والإرشاد الأسري، تربية بالقصة، وبعدين الفنون التشكيلية في إنه ينفذ بها. فإحنا كنا البرنامج ده بديناه على أساس إنه نستمر في برنامج، وده الحديث عندنا في السودان إنه نحن نستمر في العلاج بالفن التشكيلي. طيب أنا عززت صحة النفسية، وماذا بعد؟ الاستدامة وعدم الانتكاسة. الشباب دي اللي قاعدين في بيوتهم بالمناسبة عندهم ضغوط نفسية فظيعة، والأمهات كلهم بيشكوا منهم، ما في جامعة بتقبلهم، ما في مدرسة بتقبلهم. فلما نجوا عندنا تغيرت أحوالهم النفسية تماما، بيجوا حتى في واحد كان عنده سكتة كلامية تكلم، يعني كان عنده صدمة، أبوه توفى وهو عنده توحد، وأصلاً هم كلامهم بسيط، فأول ما أبوه توفى حصل له سكتة كلامية. مجرد ما جاء ومع الجروب بدأ يشتغل ومع الموسيقى اتكلم. فده برنامج للشباب اليافعين، ان احنا نملكهم مهن فنيه، يعني يصنعوا اكسسوارات، يصنعوا حاجات بالجلود بسيطه، كلا على حسب الفئات الفرديه بتاعته واعاقاته. بنقدر نملكهم ونفتح لهم سوق عمل، يقوم يلقى ذاته هويته. فده برنامج متكامل اللي احنا بادين فيه، وان شاء الله يعني الجهات المختصه تدعمه. انا عاوزه امشي لواحد من الفئات الصراحه هم بيعانوا، يعني العاملين، يعني في مناطق العمل بنلقى انه في ضغوطات كثيره ممكن تواجه الشخص، ممكن يكون شغال شغل هو ما حابيه، فبالتالي بتكون صحته النفسيه مدهوره. كيف بتقدروا تعالجوه عن طريق الرسم التشكيلي؟ طبعا فعلا يعني دي حاجه واضحه وكثيره، تلاحظ الزول قاعد لو في اجتماع لو مدير ماسك قلمه بس بيشخبط، او كتاري يقول لي دي احنا بنرسم عيون. ما عارفه قصه العيون دي كثير جدا، يعني سواء رجال او فتيات بيقول لي طول ما انا قاعده في المكتب بتديني برسم عيون. فدي كلها لها دلالات بالمناسبه ولها تنفيذ. هو دلالات شنو؟ دلالات يعني العين دي مثلا دائما انه هو عايز يركز على حاجة معينة، على إن هي التركيز فوكس. أو إذا كانت فتاة بنقول لها بعد النقاش معها إن هي عايزة الناس عينها، هي محتاجة لفت النظر إليها، فلها معاني كثيرة يعني. طيب الرسم الهندسي مثلا ممكن يكون، والرسم الهندسي إذا كان حاد معناته عنده بيواجه حدية من مديره، من يعني غير رسم الدوائر، يعني كل واحد يعني ممكن بعد اي زول في اجتماع يصور الورقه ويرسلها لكم انتوا تقوموا فعلا. وبعد كده لو هو جه في السيشن وديناه الالوان وبدا يعبر، ونقول له احنا ما لازم يكون فنان تشكيلي. بالمناسبه اول ما نجيبه يقول انا ما بعرف ارسم، دي اول كلمه بيقولها المريض او المتلقي الجايكي. فاحنا بنطمنه وبنقول له احنا ما عايزينك تكون فنان، احنا عايزينك تعبر، سواء بالشخبطه بالدائره بس نقطه سبوت، دي برضه بتخليك تحس بانك طلعت حاجه. وبعد كده بيتكلم، الكلام ده مريح جدا طبعا. جميل. انا اخر حاجه عاوزاكي تتكلمي لي يا دكتوره عايده عن المناطق اللي ممكن يمشوها، يعني الناس هسه عرفت الفن بالعلاج او العلاج بالفن التشكيلي، وعرفت شنو فوائده، وعرفت قراءاته، وكيف انه هم يقدروا يستفيدوا منه، والفئات اللي ممكن تكون يعني اكثر استجابه له. فحابين نوري الناس وين يمشوا، وين المستشفيات، مراكز صحية، بس المركز المتخصص اللي هو مركزكم، ولا في حتة تانية ممكن؟ والله في مراكز تانية صغيرة بدأت فتحت، لكن احنا نتمنى انه العلاج الفني التشكيلي ينتشر في السودان، وده كان هدفنا اصلا في المؤسسة في مجموعة بصة بغدادي، انه ننشر ثقافة العلاج بالفن التشكيلي ونلحق بالرقم بالدول التي سبقتنا في انها تطبق البرنامج ده. ويمكن كل الدول العربية حاسة في طفرة، لانه اكتشفوا فعلا انه ده عصر الضغوط، وانه هو علاج امن، ما فيه دراجز، ما فيه حبوب، وفعلا يعني نتيجته ملحوظه شديد.
فعملنا مؤتمرات ودخلت معانا جامعات الحمد لله، وحاسه بصدى التدريب يعني تبع اليونيسف 40 متدرب عن الارت ثيرابي. للاسف انه هنا ما في وما بيدرس في الجامعات، فكون ان احنا ندربهم كل زول ممكن يمشي ويفتح مركزه ويبتدوا يتلقوا في المستشفيات، مستشفيات السرطان، في حتى في العيادات. يعني الطفل ابسط حاجه داخل لدكتور اسنان حيكون متنشن وقاعد مستني دوره وعارف انه حيعمل له شغله صعبه، لكن لو خدت له اوراق والوان وبدا حينسى دوره، لما ينادوه حيخش فبيكون ريلاكس، وبعد كده ما بيتالم وبيتلقى، ما بيكون اعصابه مشدوده. فنحن نتمنى انه نخرج الدفعه. وين مركز ارت ثيرابي؟ احنا مركزنا في الرياض، شارع ما بين عبد الله الطيب ومستشفى مكه. والله دي دعايه مجانيه يا اخواننا للناس اللي حابين يمشوا يعني. والله اللي حابين يجونا اهلا بهم. وان شاء الله حيكون عندنا يعني فعلا في اليوتيوب قراءات كثيره، في ناس كثير بيسالوا فعلا عن مكان المركز. لك التحيه. شكرا لك كثير دكتوره عايده بسطاوي، رئيس مجموعه بسطاوي بغداد ورئيس لمركز برضو ارت ثيرابي للتاهيل والتدريب والعلاج بالفن واختصاصيه العلاج بالفنون التشكيليه. شكرا جزيلا لك. شكرا لك وشروقك صباحا.